الظهيرة من الميادين، أهلا بكم وإلى العناوين. دول مجلس التعاون الخليجي تقرر تصنيف حزب الله اللبناني منظمة إرهابية. بعد ساعات على انتهاء عملية أمنية في إربد، الاستخبارات الأردنية تعلن إحباط مخطط تخريبي لداعش. شهيدان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بذريعة تنفيذهما عملية طعن شمال الضفة الغربية. القوات العراقية تحبط هجمات انتحارية لداعش عند خط اللاين في صلاح الدين، والحشد الشعبي يسيطر على شركة النفط في منطقة الجزيرة. تنينا أنه يعني الحكومة تعمل شيء معين، فقلنا يلا نعمل احنا مبادرة، نعمل يعني نحاول ننظف بلادنا. وفنان تونسي يصمم حاويات ذكية لإيجاد حل لتكدس القمامة في الشوارع. أهلا بكم. قررت دول مجلس التعاون الخليجي اعتبار حزب الله اللبناني منظمة إرهابية واتخاذ إجراءات بحقه بسبب ما وصفته باستمرار الأعمال العدائية التي يقوم بها الحزب، وفق بيان للأمانة العامة للمجلس اليوم. وقال البيان إن دول المجلس سوف تتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارها بهذا الشأن استنادا إلى ما تنص عليه القوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب المطبقة في دول المجلس والقوانين الدولية المماثلة. وزارة الخارجية الإيرانية دانت بيان مجلس التعاون الخليجي الذي اعتبر أن حزب الله منظمة إرهابية. وقال وكيل وزارة الخارجية الإيرانية مرتضى سرمدي لوكالة سبوتنيك أن هذا القرار غير مسؤول، وأن المنظمات الإرهابية باتت معروفة للجميع في المنطقة. وأضاف سرمدي أن حزب الله حزب مقاوم ضد الكيان الإسرائيلي، واعتباره إرهابيا يأتي في ظل المؤامرة على المقاومة ويخدم الكيان الإسرائيلي. بدورها قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة إنه ليس عربيا أو مسلما من يعتبر حزب الله حزبا إرهابيا. وأضافت الجبهة الشعبية القيادة العامة أن رأس الفتنة والإرهاب هي الأنظمة الخليجية المذهبية الطائفية التي تستبيح دم العرب والمسلمين تنفيذا لقرار صهيوني بحسب ما جاء في بيان الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة. وفي ردود الفعل على قرار دول مجلس التعاون الخليجي تصنيف حزب الله منظمة إرهابية، رأى رئيس الحكومة اللبنانية السابق سليم الحص أنه قرار مرفوض وجائر ويهدد استقرار السلم الأهلي وصيغة لبنان التوافقية. في المقابل قال رئيس كتلة المستقبل النيابية سعد الحريري إن تصنيف حزب الله بالإرهاب جاء على خلفية دوره بمناطق عدة كسوريا واليمن، كما كان لعدد من النواب اللبنانيين مواقف من الموضوع عينه. يعني أنا بعتبر أنه من الحرام ضلنا نجرح بحزب الله، نجرح بالمقاومة في لبنان. الهجومات التي شنها حزب الله على المملكة العربية السعودية بشكل خاص وعلى دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام في الأشهر الماضية وفي السنوات القليلة الماضية، وبالتالي برأيي هذه هي النتيجة وليست البداية. الحكمة تقتضي بإعادة تقييم الموقف من قبل حزب الله، لأنه ما من مصلحة لأن تصل الأمور إلى هكذا وضع. أنا تقديري هذه النتيجة مؤسفة، ولكن هي بتحمل مسؤولية حزب الله بسياسته. بتقديري هذا التجني كبير. الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله كان قد قال إن الحملة السعودية على الحزب ليست جديدة، وأضاف في كلمة متلفزة إنه برغم كل الاستهداف فإن حزب الله لم يرد. السعودية من 2005 فاتحة مشكل معانا ونحن ساكتين. تشهير تزوير واتهامات وإشاعات وحرب نفسية وشغل أمني وشغل مخابراتي وإلخ. طيب وخلال 10 سنين 11 سنة كل شيء بتقدر تعمله السعودية بالحرب علينا في أكثر من مجال عملته، بالسياسي، بالأمن، بالإعلام، بالتمويل، بكل شيء بكل شيء. ولفت السيد نصر الله إلى أن كل ما يتردد عن إجراءات ضد لبنان واللبنانيين في الخليج ولبنانيين في الخليج لا يستهدف إلا حزب الله،
وأكد أن المطلوب سعوديا من الحكومة والقوى السياسية الضغط على حزب الله حتى يتراجع عن موقفه من السعودية. كل اللي عم بصير أن المطلوب من الحكومة اللبنانية ومن القوى السياسية اللبنانية ومن اللبنانيين المقيمين والمغتربين أنه كلهم يقاتلوا حزب الله ويضغطوا على حزب الله ويواجهوا حزب الله ويهددوا حزب الله ومدري شو حتى حزب الله يتراجع عن الأمر الفلاني اللي حاحكي عنه كمان بعد شوي، يعني عن موقفه، عن موقفه من المملكة العربية السعودية، حتى لو كان هذا الأمر يؤدي إلى فتنة في لبنان، إلى سقوط الحكومة في لبنان، إلى حرب أهلية في لبنان. السعودية ما سئل عن هذا الأمر. وبخصوص اليمن، شدد السيد نصر الله على أن السكوت عن الحرب السعودية يعطي الرياض الشرعية لشن هجمات على دول أخرى. عندما يسكت في العالم العربي على السعودية تشن حربا جهارا نهارا على اليمن، هذا سيعطيها الشرعية لتشن حربا على أي بلد عربي آخر، على أي بلد مسلم آخر. خلاص عندها شرعية، شرعية كاملة. العالم الإسلامي والعربي كله ساكت. طيب تطلع اليوم تذبح اليمنيين، بكرة ما بعرف مين تذبح، حتى جيرانا. ومن الرباط، رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع السيد أحمد ويحمان ينضم إلينا للتعليق على هذا الموضوع. سيد أحمد، بداية أهلا وسهلا بك معنا في هذه النشرة الأخبارية. أود منك تعليق أولي على هذا البيان لمجلس التعاون الخليجي الذي طبعا يأتي ضمن أو بعد سلسلة هجمات على الحزب، وكما سمعت يعني في كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن الحرب السعودية هي مفتوحة على الحزب من عام 2005. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون، صدق الله العظيم. بداية نتوجه بالتحية الإكبار والإعزاز والإجلال إلى المقاومة اللبنانية الإسلامية التي رفعت رأس كل عربي وكل مسلم وكل حر في العالم بانتصارها سنة 2006، وبذلك عززت مشنته من مرحلة الانتصارات وأن مرحلة وزمن الهزائم قد ولى. أما حكم الهزيمة والعمالة والخيانة فنحن نتوجه إليهم بكل عبارة الإدانة والشجب والاستنكار، ونقول لهم بأنه ليس غريبا عنكم يوما ستآمرون كل هذا الوقت ضد المقاومة، وحاولتم قبل حزب الله شيطنة حركة حماس والمجاهدين في كتائب القسام. المجد والخلود لكل الشهداء، وليعلم سماحة السيد نألو. تفضل سيد أحمد نسمع. وليتأكد سماحة السيد وكل المقاومين المجاهدين في المقاومة بغض النظر عن اجتهاداتهم الفكرية والسياسية أن كل أحرار الأمة معكم ولستم وحدكم. ونطلب من كل أحرار هذه الأمة أن يتحركوا، لأن الحق يعلى ولا يعلى عليه. طيب برأيك ما الأسباب فعليا، ما الأسباب التي تقف وراء هذه الحرب السعودية اليوم على حزب الله؟ إن أردنا أن نتحدث بالنقاط، السعودية أو المجتمع الخليجي إلى أين يريد الذهاب مع حزب الله بهذا الموضوع؟ وبرأيك كيف سيكون التعاطي بعد هذا القرار في الدول العربية؟ إذا ما أردت أيضا الحديث مثلا عن المغرب العربي، كيف سيتعاطى أيضا مع هذا الموضوع؟ هل سترضخ الدول العربية لهذا القرار من دول مجلس التعاون الخليجي استنادا طبعا لقوانين مكافحة الإرهاب؟ بالنسبة للحكام سواء في أقطار المغرب العربي أو في غيره، فمن يريد منهم أن يتجاوز نبض شعوبه فسيتحمل مسؤوليته، والتاريخ لا يرحم أحدا. أما هناك مسألة رجاء أن تمنح لي بعض الوقت لأوضحها. هناك ميزان إمام الشافعي رضي الله عنه، قيل له يا إمام في زمن الفتن يلتبس الحق بالباطل ويختلط الحابل بالنابل، فكيف نميز الحق من الباطل؟ فأجاب الإمام
أعتقد أن هذا هو الميزان في مثل هذه السياقات التاريخية. قال لهم الحق انظروا حيث تمضي سهام العدو فهناك الحق، وسهام العدو تكسرت نصالها على نصالها في مواجهة المقاومة الإسلامية في حزب الله، وكذلك المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها حماس وكتائب القسام وسرايا القدس والجهاد الإسلامي والشعبية وغيرها. المقياس لمن لا سيد أحمد. إذن على ما يبدو انقطع الاتصال مع السيد أحمد ويحمان رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، كان معنا عبر الهاتف من الرياض. بكل الحالات شكرا جزيلا لك سيد أحمد. أعلنت الاستخبارات الأردنية إحباط مخطط تخريبي لتنظيم داعش في المملكة. هذا الإعلان يأتي بعد ساعات على انتهاء عملية أمنية في إربد شمال الأردن استهدفت جماعة متربطة أو مرتبطة بجماعات إرهابية وفق مصدر أمني أردني. وقد أدت المواجهات التي استمرت طوال ليل أمس إلى استشهاد ضباط أردنيين وجرح عنصرين إضافة إلى مقتل 7 متشددين. ولمزيد من التفاصيل حول ما يجري وكشف هذا المخطط ينضم إلينا من عمان مراسل الميادين معتز القيسية ومعه المزيد من التفاصيل. تفضل معتز. نعم، يعني الآن الجديد في التفاصيل أن هنالك حالة من الاختلاط في المزاج في الشارع الأردني. قبل قليل تم دفن جثمان الشهيد راشد للزيود في محافظة الزرقاء حيث مسقط رأسه. هنالك حالة يعني مختلطة ما بين الفرح والكبرياء وأيضا الحزن على استشهاده، أنه قدم نفسه فداء لهذا الوطن. في الجهة المقابلة في محافظة إربد حيث مكان المداهمات بالأمس، لا تزال القوات الأمنية تغلق ولو جزئيا المنطقة التي تمت فيها المداهمات بالأمس. تم إخلاء 3 جثث من الإرهابيين الذين قتلوا. لا يزال هنالك 4 جثث حتى الآن. هنا القوات الأمنية لا تزال تتعامل مع الأحزمة الناسفة وأيضا المتفجرات التي كانت بحوزتهم في المبنى الذي تحصنوا به. لا تزال هذه القوات تحاول فكفكة هذه المتفجرات والأحزمة الناسفة لإخلاء كل الجثث 7، وبعدها يعني تمشيط وتنظيف المنطقة من أي مواد كانت بحوزتهم وأسلحة، وبعد ذلك يتم فتح هذا المكان أمام الحياة الطبيعية وأمام الناس لمواصلة حياتهم. تصريح رئيس الوزراء اليوم بأن الخلية هي خلية إرهابية، لم يحدد هويتها، لكن كل المؤشرات تؤشر بأنها خلية تابعة لداعش كانت تنوي القيام بعمليات أو بعملية إرهابية على الأقل تستهدف مدنيين وعسكريين أيضا. هل من معلومات أكثر يعني عن المراكز أو الأماكن التي كانت ستستهدف هذه الجماعات أو تستهدف هذه الجماعات؟ لا، يعني حتى الآن لا يوجد أي تفاصيل يعني توضح عن كينونة هذه العملية أو حتى جنسية هؤلاء 7 ولا أعدادهم حتى. يعني حتى الآن لا يوجد أي تفاصيل، يعني حتى أنا برأيي الشخصي، حتى الناطق الرسمي باسم الحكومة وحتى رئيس الوزراء ليس لديه أي تفاصيل. كل من دار هذه العملية من ألفها إلى يائها هو جهاز المخابرات العامة، وبالتالي التفاصيل التي ترشح ربما تحتاج إلى وقت لكي تخرج على السطح لتكشف حقيقة ما جرى وعن كل التفاصيل لهذه العملية. لكن الأغلب والمرجح أن كل هؤلاء 7 الذين قضوا هم أردنيي الجنسية، هم أردنيون، وبالتالي يعني تم تصفيتهم والآن يجري إخلاء جثثهم. شكرا لك زميل معتز القيسية، كنت معنا من عمان. طبعا سوف نكون معك فور ورود أي جديد. شكرا جزيلا لك. استشهد فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بذريعة تنفيذهما عملية طعن في مستوطنة عيلية شمال الضفة الغربية. وادعت مصادر إسرائيلية أن الشابين طعنا أحد حراس المستوطنة فأطلقت النار عليهما، والشهيدان هما خلدون أنور عزام ومحمد هاشم علي زغلوان وكلاهما من بلدة قريوط جنوب نابلس.
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الإدارة الإسرائيلية الأمريكية المشتركة للمشروع الخاص بتطوير الوسائل الدفاعية المضادة للصواريخ بدأت بتسليم سلاح الجو الإسرائيلي أجزاء من منظومة العصا السحرية المضادة للصواريخ. ضابط في وزارة الأمن الإسرائيلية قال أن هذه المنظومة قادرة على اعتراض القذائف الصاروخية الثقيلة والدقيقة والصواريخ المتحركة. اتساع رقعة انتشار المقاطعة الدولية لإسرائيل ووصولها إلى الجامعات الأمريكية دقا ناقوس القلق في إسرائيل في ظل تراجع مستويات التعاطف معها. علي فقيه. قلق إسرائيلي كبير من حركة المقاطعة الدولية بعد أن طرقت نجاحات الحركة أبواب الجامعات الرائدة والمرموقة في الولايات المتحدة الأمريكية التي تعد أفضل صديقة لإسرائيل في العالم. صداقة باتت عرضة لخطر كبير في ضوء آراء الجيل الصاعد في أمريكا واعتبار إسرائيل الشيطان الأكبر في تلك الجامعات بسبب الاحتلال بحسب التلفزيون الإسرائيلي. هناك قيود على تنقل الفلسطينيين. سأكون سعيدة بإرشادك إلى زملائي الذين لا يستطيعون العودة إلى منازل أجدادهم في جنين ورام الله. معلقون إسرائيليون قالوا إن الوضع في الجامعات على الساحل الشرقي للولايات المتحدة كشف عن صورة مقلقة فيما يتعلق بالتعاطف مع إسرائيل. تعاطف كان من الصعب إيجاده أيضا في جامعة كولومبيا في نيويورك وهارفارد في بوسطن حتى في جامعة براندس التي تعد معقلا يهوديا. أردت أن أعرف بالضبط ما الذي يجري في جامعات أمريكا وما الذي يعتقدونه في الواقع عن إسرائيل. إنهم يكرهون إسرائيل. هم يعتقدون أن إسرائيل تأتي بنفس المستوى لنقل إيران، كوريا الشمالية، السودان. ليس هناك أي فرق. مراقبون في إسرائيل يرون أن الاعتماد على الطلاب اليهود في الصراع داخل حرم الجامعات ضد حركة مقاطعة إسرائيل هو اليوم أصعب من أي وقت مضى. PDS ناجحة جدا هنا في الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية، وعبقرية هذه الحركة هي في توحيد عدد كبير من الطلاب الذين يؤمنون أن حقوق الإنسان هي الأمر الأهم اليوم. ناشطون يعملون ضد مقاطعة إسرائيل اعترفوا أن مشكلتهم في الجامعات الأمريكية أعمق مما اعتقدوا، وأن المقاطعة امتدت إلى الساحة التي ينظر إليها على أنها الفناء الخلفي لهم. في الشأن العراقي، سيطرت قوات الحشد الشعبي على مضخة النفط وشركة النفط في منطقة الجزيرة غرب صلاح الدين بحسب ما أفاد مراسلنا. في موازاة ذلك، أحبطت القوات الأمنية العراقية هجمات انتحارية لتنظيم داعش عند خط العين في محافظة صلاح الدين، وذلك في إطار عملية أمن الجزيرة لتأمين منطقة الجزيرة والثرثار. قال حاكم الزاملي رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي أن استرجاع الجزيرة وغرب سامراء في محافظة صلاح الدين ينتهي في القريب العاجل، وأشار في حديث للميادين إلى انهيار سريع لمسلحي داعش في المنطقة، وأضاف أن العملية جاءت ردا سريعا على الأعمال الإرهابية لداعش. تم تجاوز أكثر من 12 إلى 14 كيلومتر يعني دخولا باتجاه الجزيرة، وهذه الصفحة الأولى. الصفحة الثانية بدأت اليوم كذلك، إن شاء الله قريبا جدا سيتم تحرير هذه المنطقة. بالمناسبة تم تحرير قرى واسعة وكبيرة من هذه القرى، منها الخزيمي، منها يعني التعاون، النخوة، وكثير من القرى التي متعددة ومتناثرة في هذه المنطقة. كذلك تم تدمير أكثر من 20 عجلة مفخخة كانت تستهدف قطاعاتنا بفضل طيران الجيش وبفضل الأسلحة المتمكنة اللي يمتلكها جيشنا وحشدنا وسرايانا، وكذلك قتل كثير من الإرهابيين داعش. هذه أنا أقولها يعني أقولها بصراحة، هي جاءت رد على ما قام به الدواعش من تفجيرات في مدينة الصدر وفي مدينة الشعلة وفي مدينة المقدادية. الزاملي أكد للميادين أن مسلحي داعش يتلقون معلومات من قوى دولية وأقليمية. هؤلاء نعتبرهم جرذان لا يمكن لهم الصمود أمامنا، وبدليل انكسارهم وهزيمتهم. لكن الكل يعلم أن هناك دعم دولي وهناك معلومات تصل إلى هؤلاء من بعض الدول ومن دول الاستكبار العالمي، لكن نحن بتماسك شعبنا وبإرادتنا وبعقيدتنا لا يمكن لهؤلاء الصمود أمامنا.
ومن محور التعاون في صلاح الدين ينضم إلينا مراسل الميادين عبد الله بدران. إذن عبد الله، تطورات كثيرة حصلت في الآونة الأخيرة، نتابعها معك ومع كل جديد، تفضل. نعم علا، اليوم هو اليوم الثاني لعمليات أمن الجزيرة التي انطلقت لتأمين كل غرب محافظة صلاح الدين باتجاه منطقة منخفض الثرثار وامتدادات هذه المنطقة التي تتصل بصحراء الجزيرة والبادية في محافظة شمال محافظة الأنبار. الهدف من هذه العملية إكمال تأمين حزام محافظة الأنبار الغربي، وكذلك اتصال هذا الحزام في جنوبه عند أطراف العاصمة العراقية بغداد، وفي شماله عند الشرقاط أقصى شمال محافظة صلاح الدين آخر الأقضية التي لا تزال تحت سيطرة تنظيم داعش. طول العمليات التي تشارك بها كل فصائل المقاومة العراقية والأجهزة الأمنية العراقية، وخصوصا إسناد الشرطة الاتحادية الصاروخي والقوة الجوية في قطع خطوط إمداد داعش والفصائل الأخرى في الحشد الشعبي. طول هذا خط المواجهة 165 كيلومترا بعمق يصل في يعني أقصى مدياته ل 65 كيلومترا. نحن نتحدث عن عرض من خط اللاين، وهو خط الأنبوب النفطي الذي يشكل حدودا بين الأنبار وصلاح الدين ومنخفض الثرثار. هذه العملية توزعت فيها عدد من فصائل المقاومة العراقية على محاور العمليات فيها لتأمينها وتطهيرها، وكانت قد حققت إنجازا بحسب القيادات الميدانية يعني ترجم ذلك من خلال القرى التي حررت، المساحات الشاسعة التي قطعت في أول 48 ساعة من بدء العمليات حتى هذه اللحظة. هناك حوالي 22 قرية أو 22 قرية قد تم تحريرها بالكامل من سيطرة داعش على امتدادات الخزيمي، قرى شريف عباس، تقاطع فلوجة، سامراء، وكذلك التعاون، شارع وطبان، ألبو نيسان وألبو هيازع، وكل هذه المناطق التي تتصل في بمنطقة الجزيرة. طبعا كانت هناك محاولة من داعش لعرقلة التقدم، تمثلت بهجمات انتحارية بسيارات مفخخة تحديدا في شارع وطبان، في التعاون، في قرى شريف عباس، وكذلك كانت هناك محاولة لخلق جبهة مشاغلة تحديدا في مرتفعات مكحول عند التقاء المرتفعات بمنخفض دجلة، وكانت هذه أيضا من حصة فصائل المقاومة، منها تحديدا كتائب حزب الله التي دفعت بقطعات وأمداد مدفعي نحو منطقة الفتحة شمال شرق تكريت مركز محافظة صلاح الدين. العمليات مستمرة بحسب القيادات الميدانية حتى يتحقق ذلك عندما تصل القطعات المشاركة إلى منخفض الثرثار. إن وصلت القطعات بالفعل إلى منخفض الثرثار، علما أن هذه العملية بلا توقيتات لانتهائها وبلا سقف زمني، ذلك يعني أن منخفض الجزيرة والبادية الذي يتصل بمنخفض الثرثار أضحى بيد الأمن العراقي ومنع داعش من التحرك ما بين الأنبار صلاح الدين بغداد ووصولا إلى محافظة نينوى. شكرا لك زميل عبد الله بدران مراسل الميادين، كنت معنا من محور التعاون في صلاح الدين. يحاول أقليم كردستان العراق اتخاذ إجراءات تقنية للحد من بث إذاعات تنظيم داعش في مناطق الإقليمية المحاذية أو المناطق الإقليمية المحاذية لمدينة الموصل. يأتي ذلك بعد تجاهل التحالف الأمريكي طلب إربيل بضرب المؤسسات الإعلامية التابعة لداعش. محمد كريم. إقليم كردستان العراق يتوعد بالرد بحزم على اختراق أثير إذاعات داعش مناطق الإقليم المحاذية للموصل، حيث معقل التنظيم في شمال العراق. التحالف الأمريكي لم يستجب لطلب أربيل باعتبار محطات بث داعش هدفا عسكريا للحد من المخاطر المترتبة على استمرار البث. صعوبتها من قبل قوات التحالف الدولي و طائراتها وصواريخها تكمن بأنه هدف متحرك. هناك يعني تأسيس لمحطتين تشويش، لكن السبيل الذي أخر عملنا هو الأزمة الاقتصادية الخانقة في إقليم كردستان. محاربة التنظيم إعلاميا لا تقل أهمية عن المواجهة العسكرية يقول الخبراء، لكن الحرب لم ترتقي بعد إلى مستوى الطموح لمواجهة ثلاث محطات إذاعية يمتلكها داعش، إضافة إلى تلفزيون محلي وأربعين مركزا إعلاميا موزعة في الموصل مثبتة المواقع. هناك سكوت وهناك سؤال يجب أن نوجهها أولا على الحكومات وخاصة حكومة إقليم كردستان الحكومة العراقية، وثانيا المصادر المعلوماتية العالمية اللي يقودها تحالف الدولي. داعش تلجأ إلى كل الأساليب، ولكن هناك تكتم، هناك نوع من السكوت، هدوء تجاه داعش.
وتبث إذاعات داعش باللغات الكردية والعربية والإنجليزية والتركية ودول شرق روسيا. وقد وضع داعش عدة أبراج لتقوية بثه الإذاعي، يقع أحدها في منطقة كوكجلي شرق الموصل. ويرى متخصصون أن الحل يكمن بوضع محطتين للتشويش، الأولى فوق جبل زاوة في دهوك، والثانية في بلدة مخمور القريبة من أربيل، تبثان على التردد ذاته لدرء مخاطر استمرار بث تلك الإذاعات. محمد كريم أربيل، الميادين. بحث وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي جون كيري تطبيق المبادرة الروسية الأمريكية لوقف الأعمال القتالية في سوريا. الخارجية الروسية وفي بيان لها قالت إنه جرى في خلال المكالمة التركيز على تطبيق المبادرة الروسية الأمريكية لوقف أعمال القتال في سوريا وقرارات مجلس الأمن الدولي بهذا الشأن. كان لافروف قد أكد ضرورة إغلاق الحدود السورية التركية لمنع تدفق السلاح إلى سوريا. لافروف التقى المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان ديمستورا في جنيف. الأخير حدد 9 من الشهر الجاري موعدا لانطلاق المحادثات السورية في سويسرا. 9 من آذار الجاري موعد انطلاق الحوار السوري في جنيف بدلا من 7 منه كما كان مقررا سابقا. القرار صدر عن المبعوث الأممي ستيفان ديمستورا بعد لقاء جمعه ووزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف. الوزير الروسي الذي شارك في افتتاح الدورة 31 لمجلس حقوق الإنسان رسم من خلال مجموعة مواقف الخطوط العريضة للسياسة الروسية بالنسبة للملف السوري. معالجة المشكلات الإنسانية في سوريا وعودة الأمور إلى طبيعتها لا تتمان إلا من خلال وقف دائم لإطلاق النار والدخول بحوار سياسي يشمل جميع الأطراف السورية ليحددوا بأنفسهم مستقبل بلدهم من دون تدخل خارجي. إن هزيمة داعش والنصرة والأطراف المتشددة الأخرى لا تتم إلا من خلال وقف تدفق الأسلحة والإرهابيين إلى سوريا، وهذا يجعل من الضروري إغلاق الحدود بين تركيا وسوريا حيث تخفى الأسلحة أحيانا وسط المواد الغذائية. ورد ستيفان ديمستورا أسباب تأجيل موعد انطلاق الحوار السوري إلى الأسباب اللوجستية المتعلقة بتأشيرة الدخول إلى سويسرا وللتأكد من مشاركة جميع المدعوين. سيكون الحوار في 9 من شهر آذار مارس. كما تعرف فإن المسائل اللوجستية تأخذ الكثير من الوقت كمنح تأشيرات الدخول وغيرها، وللتأكد من حضور الجميع فإن الحوار سيبدأ بعد ظهر 9 منه. لقاء مع لافروف كان مثمرا للغاية، واتفقنا على أنه من الضروري تثبيت وقف النار ليس فقط لـ2 إنما لـ2 إذا استطعنا ذلك، وأن ننتقل إلى وقف حقيقي للنار وإلى حل سياسي للأزمة. الوزير الروسي استند إلى استخدام تنظيم داعش الإرهابي الأسلحة الكيميائية في سوريا ليطرح مبادرة على مؤتمر نزع السلاح تتضمن دعوة إلى اتفاق دولي جديد حول الأسلحة الكيميائية، لأن الإرهاب الكيميائي لم يعد تهديدا مجردا بل واقعا خطيرا في عصرنا بحسب لافروف. شروط استمرار وقف الأعمال العدائية وتحوله إلى وقف دائم لإطلاق النار مرتبط بإقفال الحدود التركية السورية من وجهة نظر موسكو. أما الأمم المتحدة فتتمنى استمرار الهدنة إلى ما بعد الأسبوعين المقررين وتحلم بوقف دائم بالتزامن مع بدء الحل السياسي. مصعص جنيف، الميادين. هذا ويترقب السوريون انطلاق انتخابات مجلس الشعب في 13 نيسان/أبريل المقبل، فيما شهدت عمليات الترشيح إقبالا لافتا للفوز بأحد مقاعد المجلس البالغة 250 مقعدا. محمد الخضر. حراك سياسي تحضير الانتخابات مجلس الشعب في سوريا. آلاف المرشحين تقدموا بطلبات ترشحهم للانتخابات المقررة في 13 نيسان المقبل. آمال عريضة يطرحونها في بلد أثخنته الجراح وأنهكه التعب على مدى 5 سنوات. نحن عم نقدم طلبات للترشيح إلى عضوية مجلس الشعب لأنه لنكون أبناء مخلصين لهذا البلد ولهذا الوطن. أنا رشحت حالي أني بدي شارك بأعمار البلد وإصلاحها. بلدنا تعبانة موجوعة، بدهم مين يسندها، ونحن إن شاء الله يا رب بإذن الله تعالى نحسن نسندها.
تنظيميا تواصل الدوائر الانتخابية عملها، تسجيل حضور لافت بالإقبال على الترشح، استنفار للسلطات المحلية إنجاحا للعملية الانتخابية، وفتح المجال للمرشحين في المناطق الواقعة تحت سيطرة المسلحين في مراكز أخرى. نسبة الإقبال كتير جيدة وتتزايد في كل يوم، الأعداد كتير كبيرة سواء من الرجال أو النساء لجميع المحافظات، لأن دمشق تستقبل إضافة إلى دائرة دمشق تستقبل دائرة دير الزور، دائرة حلب، دائرة ريف حلب، دائرة الرقة ودائرة إدلب. سياسيا تشارك الأحزاب المرخصة والعديد من التيارات بالانتخابات فيما تقاطعها هيئة التنسيق، استحقاق يراه المشاركون ضروريا لمنع الفراغ الدستوري، موقف يحاكي موقف السلطة من الاستحقاق. قد يكون هذا المؤتمر هذا المجلس لا يتجاوز بوجوده أو صلاحياته المدة عام أو عامين، هناك فترة انتقالية جديدة سيتم فيها إعداد الدستور الجديد وإعادة صياغته وانتخابات جديدة إلى ما هنالك، لكن الفراغ الدستوري ممنوع، وهنا نقول هذا الكلام ونؤكد عليه، لابد أن يكون هنالك مؤسسات مستمرة بعملها. تجري الانتخابات في ظروف صعبة، مناطق واسعة يسيطر المسلحون عليها بمختلف تلاوينهم، الرقة وإدلب وأرياف ودير الزور ودرعة، ورهان على أن الدور التشريعي المقبل انتقالي ترقبا لنجاح العملية السياسية. توق السوريين إلى حل سياسي للأزمة في بلادهم في عامها الخامس يتقدم على العناوين الأخرى في التحضيرات لانتخابات مجلس الشعب السوري، فانتهاء الحرب مدخل لحل معظم المشاكل الداخلية في سوريا. محمد الخضر، دمشق، الميادين. أعلن تنظيم داعش في سرت شمال ليبيا حالة الاستنفار القصوى بعد قصف طائرة مجهولة ميناء المدينة. إلى ذلك من المقرر إجراء تدريبات فرنسية مصرية مشتركة في مياه المتوسط قد تكون فاتحة للحرب على التنظيم. دلول حديدان. مناورات فرنسية مصرية مشتركة في مياه المتوسط شمالا، وقوات ألمانية لتدريب الجيش الليبي في تونس غربا، واستعداد إيطالي للتدخل العسكري في ليبيا، وقصف لطائرات مجهولة لمدينة سرت منذ أيام، مهاميز ترفع درجة الاستنفار القصوى لتنظيم داعش في ليبيا. التنظيم نشر عناصره على طول الشريط الساحلي المؤدي إلى سرت من جهة الشرق، فمن هناك قد تصل الهجمات من بنغازي شرقا لوقف توسع داعش والقضاء عليه، وخصوصا أن خلاياه في الشرق أبيدت في ثنايا معركة دم الشهيد على يد الجيش الليبي. نقاط تفتيش واستعداد لأي ضربة قد تصدر من أي جهة، فالطائرات المجهولة أصابت ميناء المدينة ما يجعله قريبا من الخروج عن سيطرة التنظيم ومنفذا لمباغتته. الذعر الذي خلقه داعش لأوروبا ولجيران ليبيا بتمددها على ضفاف المتوسط هو نفسه ما سيكون فاتحة لنيران الأطراف الدولية على أقوى طرف للتنظيم حتى الآن في المنطقة وفق الخبراء. حاملة طائرات فرنسية شارل دوغول التي وصلت السواحل الليبية ستجري قريبا مناورات رمسيس 2016 بمشاركة الجيش المصري. هيئة أركان الجيوش الفرنسية قالت إن حاملة طائرات ترافقها 4 فرقاطات وغواصة وسفينة إمداد وقيادة تسعى في الظاهر إلى تبادل الخبرات مع الجيش المصري وتضمر في الباطن قرب قطع رأس داعش في الشمال الأفريقي. إيطاليا تربط تدخلها في ليبيا بشرط طلب ذلك من حكومة الوفاق المعطلة. وزير خارجيتها باولو جنتيلوني قال إن مستوى التخطيط والتنسيق بين نظم الدفاع بشأن المساهمة المحتملة في أمن ليبيا بلغ مداه، لكن ما لم يعلنه جنتيلوني أن قرار الحرب والسلم في الدستور الإيطالي من صلاحيات البرلمان، وبرلمان يو إيطاليا يقفون مطولا عند المادة 11 من الدستور الرافضة للحرب كأداة تهين حرية الشعوب، مشيرين إلى أن الحرب على الإرهاب دفاعية لا هجومية ما يحول دون إرسال أي قوات عسكرية خارج البلاد. قتل الجيش الجزائري مسلحين في عملية جرت في منطقة قادرية جنوب شرق العاصمة بحسب وزارة الدفاع. قالت الوزارة في بيان إن الجيش قتل وأسر حتى الآن 157 إرهابيا وصادر أسلحة وذخيرة خلال العملية التي لا تزال مستمرة. في اليمن يواصل التحالف السعودي شن غاراته على محافظات يمنية عدة منها حجة وتعز ومأرب. من جهة ثانية اغتال مسلحون مجهولون ضابطا في الأمن أمام منزله في محافظة حضرموت، كما اغتال مسلحون البرلماني عبد الله أهيف في مدينة زبيد جنوب محافظة الحديدة.
بعد دخول الحرب على اليمن شهر 12 يتصاعد مسلسل الغارات السعودية حاصدا المزيد من القتلى والجرحى. غارات التحالف السعودي استهدفت جمعية الجر الزراعية بمديرية عبس في محافظة حجة، كما استهدفت سوقا تجاريا بمنطقة يختل في مديرية المخا الساحلية غرب تعز. طائرات التحالف السعودي شنت سلسلة غارات على منطقتي سرواح والمخدرة غرب المأرب. مشهد الغارات امتد ليشمل العاصمة اليمنية صنعاء، حيث استهدفت كلية المجتمع ومعسكر الخرافي شمال العاصمة. مصدر عسكري يمني أكد أن الجيش واللجان الشعبية أطلقوا صاروخا باليستيا على تجمع لقوات التحالف السعودي وقوات هادي في معسكر تداوين في مأرب، وأن الصاروخ أصاب هدفه وخلف خسائر مادية وبشرية كبيرة بحسب المصدر العسكري، في وقت أعلن فيه التحالف السعودي تمكنه من اعتراض صاروخين باليستيين فوق مدينة مأرب. ميدانيا دارت اشتباكات في حي الدعوة شرق تعز وامتدت إلى بعض أحياء المدينة. بموازاة ذلك تحدث مصدر عسكري يمني عن مقتل وجرح عدد من أفراد قوات هادي والتحالف السعودي في قصف صاروخي للجيش واللجان لتجمعاتهم في ذباب والوازعية بتعز. مواجهات وصفت بالأعنف شهدتها مناطق البيضاء شرق اليمن مع قصف مدفعي متبادل بين الجيش اليمني واللجان الشعبية وقوات هادي والتحالف السعودي. وفي الضالع تجددت الاشتباكات بين الجيش واللجان وقوات هادي في جبهة مريس بعد هجمات لقوات هادي والتحالف السعودي على مواقع وتمركزات الجيش واللجان. حقق الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية هيلاري كلينتون سلسلة انتصارات في الانتخابات التمهيدية لحزبيهما، وفاز كل من ترامب وكلينتون حتى الآن في 7 ولايات، فيما فاز الديمقراطي بيرني ساندرز ب4 ولايات. فاطمة رومانية. شهد الثلاثاء الكبير في الولايات المتحدة محطة مهمة في مسار الانتخابات التمهيدية في السباق إلى البيت الأبيض، إذ شهد أكبر تصويت يجري في يوم واحد في مرحلة التصفيات الحزبية قبل الانتخابات الرئاسية النهائية في 8 نوفمبر تشرين الثاني المقبل. تصدرت هيلاري كلينتون مرشحة الديمقراطيين النتائج الأولية للانتخابات بعدما نالت أصوات الديمقراطيين في ألاباما وأركانساس وماساتشوستس وتينيسي وفيرجينيا وتكساس، وآخرها ولاية كارولاينا الجنوبية التي حظيت فيها بتأييد أكثر من 86% من أصوات الناخبين، بينما اكتسح منافسها بيرني ساندرز ولاية فيرمونت واستطاع أن يحصد أصوات الديمقراطيين في كولورادو ومينيسوتا. أما دونالد ترامب فقد سجل تقدما في 7 ولايات أمريكية هي فيرمونت وفيرجينيا وتينيسي وجورجيا وألاباما وماساتشوستس على حساب منافسيه. ترامب أثار قلق الكثيرين في المؤسسة الجمهورية بمقترحاته مثل بناء سور بمحاذاة الحدود الجنوبية للولايات المتحدة مع المكسيك وترحيل 11 مليون مهاجر غير قانوني وفرض حظر مؤقت على دخول المسلمين إلى البلاد. تيد كروز السياسي الأمريكي الأصغر والعضو في مجلس الشيوخ في ولاية تكساس هو المنافس الأقوى لترامب، وقد حقق فوزا كاسحا في تكساس، وأعلن السناتور الجمهوري أمام أنصار أن حملته هي الوحيدة القادرة على هزم ترامب، داعيا المرشحين والناخبين الجمهوريين إلى الانضمام إليه. كما فاز السناتور ماركو روبيو بأغلبية أصوات الجمهوريين في ولاية مينيسوتا. والآن إلى أخبار الاقتصاد والزميلة أليسار كرم. أليسار تفضلي. شكرا لك يا علا. أهلا بكم. أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء العراقية مصعب المدرس أن خط استيراد الطاقة الكهربائية من إيران ميرساد ديالى خرج من الخدمة بسبب عمل تخريبي في محافظة ديالى شمال شرق بغداد. وقال المدرس أن هذا أفقد العراق 400 ميجاوات، ويتعرض هذا الخط على الدوام للاستهداف المستمر حيث لا يكاد يمر أسبوع على إصلاحه حتى يستهدف من جديد.
عجز الميزانية العمانية يصل إلى 10 مليارات و600 مليون دولار في 11 شهرا. بيانات أولية لوزارة المالية العمانية أظهرت أن هبوط عائدات الصادرات النفطية كانت سببا رئيسا في تدهور الميزانية، وقدرت خطة الميزانية للعام الماضي حجم الإنفاق ب 36 مليارا و600 مليون دولار على أساس سعر نفط عند 75 دولار للبرميل. وبسبب أزمة الميزانية تسعى الحكومة العمانية إلى رفع أسعار الكهرباء لتوفير الأموال التي تنفقها على الدعم، وسيوفر ذلك على الحكومة بين 7% و8% من تكاليف دعم سعر الكهرباء. وقال المدير التنفيذي لهيئة تنظيم الكهرباء قيس الزكواني إن هذا الدعم بلغ نحو 1 مليار و100 مليون دولار العام الماضي. ارتفع احتياطي النقد الأجنبي في روسيا إلى ما يقارب 50 مليار دولار حتى نهاية شباط فبراير الماضي. هذه القيمة زادت 1 مليون دولار في شهر واحد فقط، علما أن موجودات هذا الصندوق انخفضت 20 مليار دولار أواخر العام الماضي عندما سحبت منها الحكومة لتمويل العجز. ولعل هذا ما دفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى القول أمام اجتماع لرواد الأعمال الروس أنه يرفض استخدام الاحتياطيات لحل المشاكل الاقتصادية الحالية لأنها مخصصة لأغراض أخرى. طالب المفوض الأوروبي لشؤون الاقتصاد الرقمي جونتر أوتينغي بتقديم دعم مالي إلى مخيمات إيواء اللاجئين خارج الاتحاد الأوروبي، وذلك إلى جانب الدعم المالي الذي تنوي المفوضية منحه لليونان. وقال السياسي الألماني أن هناك حاجة إلى مليارات اليوروات سنويا لتمويل مخيمات اللجوء الحالية في كل من الأردن ولبنان وتركيا كي تليق بالكرامة الإنسانية. ويبحث المجتمعون اليوم في بروكسل تقديم دعم مالي إلى اليونان، حيث يصل مئات الآلاف من اللاجئين الوافدين عبر البحر أو من الحدود المغلقة مع مقدونيا. دعا رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى طرح توقعات مفصلة للتأثير الاقتصادي المتوقع لهذه الخطوة. وقال كاميرون إن وثيقة حكومية سوف تصدر تؤكد أن التخلي عن عضوية الاتحاد الأوروبي تضر بريطانيا وأن البدائل الاقتصادية محدودة. 16 شخصا خرجوا من دائرة أصحاب المليارات وفق لائحة فوربس السنوية 30، أما بيل غيتس أثرى رجل في العالم فخسر 4 مليارات و200 مليون دولار إلى 75 مليار دولار. وأدى انخفاض سعر النفط وعدم استقرار أسواق المال دورا في تراجع حجم المليارات المتراكمة في صناديق أثرى الأثرياء في عالم يشهد تفاوتا طبقيا كبيرا، حيث إن 62 شخصا يملكون ثروات تفوق ما يملكه نصف سكان العالم من الفقراء. أثرياء الصين يمثلون نحو 20% من مجمل الأثرياء في العالم وفق لائحة فوربس، وتأتي الصين في المركز الثاني بعد الولايات المتحدة في عدد الأثرياء، هذا علما أن أثرياء الصين يمثلون 17% من إجمالي 1800 ملياردير في قائمة فوربس. وبأخبار المليارات نختم الموجز الاقتصادي ونعود من جديد إليك علا. شكرا لك يا لسار. لسعد الزواري فنان مصمم بادر إلى صنع حاوية ذكية تساهم في إيجاد حل لتكدس القمامة في شوارع المحافظات التونسية. عماد اشتهر. أمام مشاهد تكدس أكياس القمامة التي تخدش الأنظار وتهدد سمومها سلامة البيئة وصحة الإنسان، آثر الفنان والمصمم لسعد الزواري بمبادرة فردية أن يساهم في البحث عن حل يخدم البلاد من خلال مشروع حاوية ذكية للنفايات مصممة بخصوصيات تراعي محدودية الإمكانات لدى البلديات. استنينا أنه يعني الحكومة تعمل شيء معين، فقلنا يلا نعمل احنا مبادرة، نعمل يعني نحاول ننظف بلادنا بحاويات تكون صنع تونسي أو بفكرة تكون تونسية. مشروع مش حبينا به فقط نكسب منه المال فقط، لا، حبينا به نشغل به ناس وفي نفس الوقت ننظف به البلاد. يعني كل يوم معناها يورينا حاجات جديدة، كل يوم نكتشف حاجات جديدة في الخدمة هذه، وشيئا فشيئا معناها نتطور ومع الوقت نتطور فيها الحكاية هذه وكل شيء ولباس. في ورشة صغيرة انتشل لسعد الزواري 20 شابا من البطالة، شرع في تسويق الحاويات التي صممها بعناية فائقة في محافظات عدة،
آملا أن يطور المنتوج ويعمم المشروع في كامل البلاد بقدرة تشغيلية قد تصل إلى 3000 شخص. فما برشا حيل داخل، فهمتني، لازم تكثروا لنا منهم، وخاصة الموقع. ماذا بينا كل الناس اللي رجال الأعمال، الناس اللي لبس عليه، معناها يعاونونا شوية كبلدية يشروه، ما خاطر هي بهم ماهيش كي يشوفوا الخدمة نتاعها اللي تخدم فيها والمزايا نتاعها، معناها مقارنة مع المبلغ نتاعها ماهيش حاجة كبيرة. بكلفة محدودة تسع الحاويات الذكية طنين من القمامة، يمكن نقلها بسهولة وفي وقت قياسي على متن أي وسيلة. حاوية هدفها كسر حاجز المعايير المفروضة من المصنعين الغربيين، والمساهمة في القضاء على القمامة وتمهيد الطريق لإعادة تدوير النفايات. حينما تتوفر الإرادة تنتقل الفكرة إلى إنجاز، وتتحول أكداس القمامة إلى نقاط مضيئة تزيد شوارع المدن رونقا وجمالا. عماد شطارة، تونس، الميادين. وإلى أخبار الرياضة وزميل عبير الذوادي، إليك عبير. شكرا لك يا علا. أهلا بكم. ميشيل بلاتيني يصاعد المواجهة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم بعد اعتماد إيقافه 6 سنوات. رئيس الاتحاد الأوروبي الموقوف قرر تقديم التماس إلى المحكمة الرياضية ضد الفيفا. الفرنسي سيحاول إثبات وجهة نظره بأن ما تقاضاه من الفيفا ما هو نظير عمله مستشارا في نهاية القرن الماضي، ولكنه لم يتحصل عليه إلا عام 2011. رئيس الفيفا الجديد جياني إنفانتينو مصر على فكرة رفع عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم إلى 40. السويسري قال إن زيادة 8 منتخبات أمر ممكن، مشيرا إلى أن نسبة المنتخبات التي ستشارك في العرس العالمي ستمثل في هذه الحالة 19% فقط من أصل 219 اتحادا. إنفانتينو وصف نفسه بالمشجع لكرة القدم، وصفا إياها بالرياضة الأكثر أهمية في العالم ولا يمكن قتلها. بالرغم من التعادل مع ويست بروميتش ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز، خرج مدرب ليستر سيتي كلاوديو رانييري بعد اللقاء والابتسامة على محياه كالعادة. الإيطالي عبر عن سعادته بأداء لاعبيه، فهم صنعوا 22 فرصة على مرمى الفريق الضيف، وأكد رانييري أنه لا يفكر في اللقب، وبالنسبة إليه كل المباريات مهمة. وبإهداره نقطتين رفع ليستر سيتي رصيده إلى 57 نقطة، ويبتعد بفارق 3 نقاط عن توتنهام الثاني الذي يملك فرصة انتزاع الصدارة حال فوزه اليوم على ويست هام. مفاجأة مدوية فجرتها صحيفة ذا سان صباح اليوم تفيد بأن كبار الأندية الإنجليزية تخطط للانسحاب من دوري أبطال أوروبا. الصحيفة أشارت إلى أن اجتماعا جرى بين رئيس شركة ميامي دولفين الأمريكية ستيفن روس وممثلين عن أندية مانشستر يونايتد وجاره السيتي وأرسنال وتشيلسي وليفربول للبحث في الانفصال عن البطولة القارية. وبحسب الصحيفة فإن الأندية الإنجليزية ستتخذ خطوتها تفادي خسارة ملايين الدولارات في حال عدم تأهلها إلى دوري الأبطال، والبديل المطروح سيكون بطولة تضم كبار إنجلترا إلى جانب أهم أندية أوروبا. في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، دالاس يحقق فوزا ثالثا على التوالي بتغلبه على ضيف أورلاندو ماجيك. 5 من لاعبي صاحب الأرض سجلوا أكثر من 15 نقطة، ويسلي ماتيوس كان أفضلهما 21 نقطة، فقاد سادس القسم الغربي إلى الانتصار 33 هذا الموسم مقابل 28 هزيمة. وبالرغم من الهزيمة كان أرسن إلياسوف من أورلاندو أفضل لاعب المباراة، سجل 22 نقطة والتقط 10 متابعات، لكنه فشل في تجنيب فريقه الخسارة 33 في 59 مباراة. سيارة مرسيدس الأسرع في اليوم الأول لفترة الاختبارات الأخيرة قبل انطلاق الموسم الجديد من بطولة العالم للفورمولا 1. نيكو روزبرغ قطع حلبة كاتالونيا في 1:23 و22 جزءا من الثانية. السائق الألماني تفوق على سائق ويليامز صاحب المركز الثاني، فيما كانت المفاجأة بحلول سائق ماكلارين فرناندو ألونسو في المركز الثالث، ما عد تقدما كبيرا للفريق بعد موسم 2015 الكارثي. موسم الفورمولا 1 الجديد ينطلق في 20 من الشهر الحالي بسباق جائزة أستراليا الكبرى.
نهاية الموجز الرياضي، شكرا لكم على حسن المتابعة، والآن عودة وإياكم إلى علا. شكرا لك عبير. تذكير بالعناوين. دول مجلس التعاون الخليجي تقرر تصنيف حزب الله اللبناني منظمة إرهابية. بعد ساعات على انتهاء عملية أمنية في إربد، الاستخبارات الأردنية تعلن إحباط مخطط تخريبي لداعش. شهيدان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بذريعة تنفيذهما عملية طعن شمال الضفة الغربية. القوات العراقية تحبط هجمات انتحارية لداعش عند خط اللاين في صلاح الدين، والحشد الشعبي يسيطر على شركة النفط في منطقة الجزيرة. تنينا أنه يعني الحكومة تعمل شيء معين، فقلنا يلا نعمل احنا مبادرة، نعمل يعني نحاول ننظف بلادنا. وفنان تونسي يصمم حاويات ذكية لإيجاد حل لتكدس القمامة في الشوارع. للمزيد من الأخبار والتقارير وطبعا البث المباشر للميادين، يمكنكم زيارة موقع الميادين على الإنترنت الميادين.net باللغتين العربية والإسبانية. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.